فرص كمال كليدار في المنافسه في الانتخابات القادمه. اعتقد ان كارثه الزلزال سوف تسهم في ارتفاع شعبيته، وخاصه في ظل الانتقادات التي وجهتها المعارضه التركيه لتعامل السلطات التركيه مع هذا الزلزال. ويمكن ان نجمل تلك الانتقادات، وهي انتقادات موضوعيه، هي بطء التعامل السلطات التركيه مع الازمه، وعدم تعاونها مع المجتمع المدني والسلطات المحليه، وهو ادى الى زياده الخسائر. اثنين، جمع ان من المعروف انه حدث زلزال عام 99 راح ضحيته الالاف، وكان سبب من اسباب سقوط النظام الحاكم المنافس لاردوغان. وبعد زوال تلك الكارثه تعهد الحزب في جمع ضرائب، الا ان تلك الضرائب لم تستخدم، واضح انها لم تستخدم بالشكل المطلوب في اقامه مباني تواجه الكوارث او الاستعداد بشكل جيد لمواجهه تلك الكوارث. ثلاثه، ان هناك المعارضه ايضا طلبت باقاله بعض المسؤولين كوزير الداخليه الذي توقع ان تحدث زلزال كبير عام 2022، وطالب باقامه برنامج تدريبي لمواجهه تلك الكوارث، الا ان ذلك لم يحدث. وهناك ايضا أن تراجع الوضع الاقتصادي بشكل كبير، حيث الاقتصاد التركي كان يعاني قبل تلك الأزمة، وزادت المعاناة. وفي ظل تلك الانتقادات، فإن فرصة زعيم المعارضة كمال، زعيم حزب الشعب، بدأت أسهمه في الارتفاع، إلا أن هذا يتوقف أيضا على مدى التنسيق ما بين المعارضة في خلال المرحلة القادمة، وعدم الدخول في خلافات، لأن ذلك بالقطع سوف يمنح أردوغان الفرصة في توجيه انتقادات أيضا للأحزاب المعارضة. ولكن رغم كل ذلك، فإن أعتقد أن فرصة ما حدث في الزلزال وتعامل السلطات التركية مع تلك المأساة سوف يزيد فرص زعيم حزب الشعب في أن يكون منافسا قويا لأردوغان في انتخابات مايو القادمة. بعد تسمية والاتفاق الطاولة السداسية على ترشيح كمال كيلوچدار أوغلو كمنافس لأردوغان في الانتخابات المقبلة، دعا حزب الشعوب الديمقراطي دكتور مصطفى للمباحثات مع هذا التحالف. يعني هنا نسأل، ماذا وراء هذه الدعوة من قبل حزب الشعوب الديمقراطي؟ هل يسعى أيضا للانضمام لهذا الحلف بعد تسمية كيلوچدار أوغلو؟ بالقطع أن حزب الشعب يسعى إلى أن يكون هناك تنسيق جاد مع تحالف جديد مع هذا التحالف، حتى تكون له فرصة أكبر في الانتخابات القادمة. وكما قلت لك أن فرصة نجاح كمال وأن يكون منافسا قويا يعتمد على وجود تحالف قوي للمعارضة، وهذا ما يسعى إليه حزب الشعب في المرحلة الحالية، حتى يكون منافسا قويا لأردوغان، خاصة في ظل التداعيات السلبية التي أفرزتها أزمة الزلزال التركي والتعامل السلبي للسلطات التركية مع تلك الكارثة. أنا سألت دكتور مصطفى بس فقط للتوضيح عن حزب الشعوب الديمقراطي، وهو خارج الطاولة السداسية للمعارضة، ماذا يريد من محادثاته مع تحالف الأمة؟ بالقطع هو حزب الشعوب يسعى إلى التحالف مع تحالف حزب الأمة أو مع أي تحالف آخر يمكن أن يزيد من فرص نجاحه في الانتخابات القادمة، لأن المعركة لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل امتلاك أردوغان سلطات قمع قوية وسيطرته على
على يعني على وسائل الإعلام وغيرها والأمن وغير ذلك من 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 الأدوات التي تمكنه من قمع المعارضة أو الجهاز عليها. وبالتالي فإن حزب الشعوب سوف يسعى إلى التحالف مع حزب الأمة أو أي تحالف آخر يمكن أن يزيد فرصته في الانتخابات القادمة. لكن هذه الفرصة التي يبحث عنها حزب الشعوب كما تتحدث دكتور مصطفى، يعني هو كما تعلم هو ثالث أكبر حزب في البرلمان، وكان له الفضل في انتخابات البلدية عام 2019 بفوز مرشحي المعارضة في بلدية إسطنبول وبلدية أنقرة. إذن نتحدث اليوم عن حاجة تحالف الأمة ربما أكثر لدعم حزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة. بالفعل يعني تحالف حزب الشعوب مع حزب الأمة سوف يزيد من فرص حزب الشعوب في تحقيق نتيجة على الأقل إيجابية في الانتخابات القادمة. وبالتالي فأنا أتوقع أن يؤدي أن تحدث في المرحلة القادمة مباحثات ما بين الحزبين حتى للتنسيق ما بينهما في الانتخابات القادمة، إما من خلال تحالف وفي خلال حزب واحد أو التنسيق في الانتخابات القادمة. أشكرك جزيل الشكر من القاهرة الدكتور مصطفى عمارة مدير مكتب جريدة الزمان الدولية.